بعد حذفها شاهد قبلة شي مصابر لزوجها في حمام السباحة والتي أثارت الجدل. لحظات رومانسية عاشتها مقدمة البرامج الشهيرة شيما صابر مع زوجها رامي صبري نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي إنبي. وقد وثقت الإعلامية شيما صابر تلك اللحظات في مقطع فيديو تداوله رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية. وظهرت الإعلامية شيما صابر في الفيديو المتداول بمايو فاتح اللون من قطعة واحدة خلال تقبيل زوجها أسفل الماء في مقطع فيديو لم يتجاوز 25 ثانية. وتسبب الفيديو في حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي حيث هجمها الجمهور بسبب نشر هذا الفيديو. وجاءت بعض التعليقات كالتالي: حتى لو زوجها الحياء من الدين والحاجات دي في البيت وليس في الجهر أمام الناس، فيما اعتبر البعض أن ذلك حرية شخصية لهما. فقال أحد المعلقين: ما هم متجوزين وحرين يعملوا إيه وما يعملوش إيه، كل واحد يخليه في حاله. وفي أول رد فعل للإعلامية شيما صابر قامت بحذف الفيديو الذي ظهرت من خلاله وهي تقبل زوجها تحت الماء بحمام السباحة. وجدير بالذكر أن الإعلامية شيما صابر احتفلت في شهر مايو الماضي بزواجها من النجم رامي صبري لاعب كرة القدم بنادي إنبي وسط حفل اقتصر على أقاربهما وأصدقائهما. ونشرت شيما صورا جديدة من فوتو سيشن الزفاف ظهرت خلالها بفستان أبيض منفوش وظهر الأخير ببدلة سوداء كلاسيكية. وعلى الصعيد المهني أعلنت إدارة نادي إنبي أنها تدرس حاليا تأمين استمرار ثلاثة الدفاع الكبار في الفريق رامي صبري وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى لاعب الفريق لضمان تواجدهم مع الفريق البترولي في الموسم المقبل، لسيما في ظل رغبة المسؤولين بالنادي في تعزيز استقرار خط الدفاع. وجاءت رؤية إدارة إنبي التي يتم دراستها حاليا بعدما أصبح أسامة جلال مدافع الفريق الشاب أحد المرشحين بقوة للانتقال إلى واحد من قطبي الكرة المصرية الأهلي أو الزمالك في الموسم المقبل. لذا جاءت الرؤية الفنية بالاتفاق مع مجلس إدارة إنبي في تأمين استمرار الثلاثي رامي صبري وصلاح سليمان وإبراهيم يحيى مع الفريق في الموسم المقبل، مع الاستفادة المالية من بيع أسامة جلال لأحد القطبين في الموسم الجديد.